السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا لو شون ليكسيكال دو ماساكر، الحقل الدلالي ديال المذبحه. كيف شفنا في لو كونت فيلوزوفي كونديد او لوبتيميزم بزاف ديال المشاهد ديال لاغير اللي كاينه، يعني بنادم جمجمه ديالو مهرسه، عيالات باقيين يعني كينزفوا ولادهم باقيين كيرضعوا منهم، بزاف ديال المشاهد اللي هي مروعه. دابا غنشوفوا اشنا هما الكلمات اللي داخلين لنا في هذا لو شون ليكسيكال ديال المجزره. عندنا سونغلون، يعني سونغلون يعني كتنزف ولا كينزفوا، ايفونتخ يعني مضروبين الناس، مضروبين الكرش ديالهم، ايغورجمون يعني مدبوحين، بوشوري حتى هي كتعني المجزره، تيوري القاتل، اتروسيتي ملي كنقولوا اتروسيتي يعني كنهضروا ثاني على دوك المشاهد المروعه اللي شفنا، لوغور الرعب، صون دم تيوي القتل، تيغور حتى هو الرعب، مورتخ كتعني حتى هي الموت، اساسينا كتعني الاغتيال، فيكتيم الضحايا، كارناج المذبحه. هادو كاملين كلمات يمكن لينا نصنفوهم في لو شون ليكسيكال دو ماساكر. نتمنى ان هذا الحقل الدلالي يكون فادكم، سناو فيديو ماجي ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه شي حقل دلالي واحد اخر داخل في هذا لو كونت فيلوزوفي كونديد او لوبتيميزم. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.